صباح الخير عن جديد مع أولى فقراتنا لليوم. ولم يقتصر دور المثقف السوري على الحالة الأدبية، بل أيضا هو ملتزم بقضايا مجتمعه الوطنية والقومية. واليوم يقف اتحاد الكتاب العرب مناصرا لقضايا الأمة وما يحصل في فلسطين المحتلة متضامنا مع أهلنا في قطاع غزة. يعني رشا، من 7 أكتوبر بتلاقي صار في كتير تضامن من قبل بعض الدول العربية، الدول الغربية، بتلاقي حتى بعض الدول بدأت تقاطع المنتجات الإسرائيلية. يعني للتضامن اليوم عندنا كتير أشكال، كل حدا فينا اليوم يمكن من خلال مجال عمله قادر أنه يتضامن. أكيد هادي، مثل ما قلتي، كل حدا فينا اليوم من مكانه، من عمله، من الشيء المتاح بحياته قادر أنه يوصل صوته. وقت نقول الوقفات التضامنية اليوم، نحن عم نقول وقفة رفض للاحتلال اللاشرعي على فلسطين. هاي القضية نحن ربينا عليها، تربينا عليها من جيل لجيل، وبعدها مستمرة أيضا للأجيال القادمة. اليوم ناس كتير عم نشوفها بوقفات تضامنية، عم تعبر عن صوتها، عم تعبر عن رأيها ورفضها لهذا العدوان اللي ما فرق أبدا لا بين طفل ولا بين مسن، لا بين عسكري ولا بين مدني خلال عدوانه. وشفنا للأسف المجازر، كم المجازر اللي صارت مو بس اليوم بطوفان الأقصى، ضمن سنوات الاحتلال عبر عقود طويلة. اليوم هذا الاحتلال، اليوم الناس كلها طلعت لحتى تقول لا، نحن ضد هذا الاحتلال. وشفنا اليوم كيف صار تغيير بالرأي العام بجزئية، ما خلينا نقول اليوم كل الدول قالت لا. نحن كسوريين أيضا كان لنا دورنا، وأيضا اتحاد كتاب العرب بدمشق كان لهم وقفاتهم التضامنية، كان لهم كلمتهم ليقدروا يوصلوا صوتهم من خلال مجال عملهم، مثل ما اليوم نحن إعلاميا قادرين نوصل هذا الصوت، انه نحن اليوم رافضين لهذا العدوان، ونحن اليوم مع القضيه الفلسطينيه. رح نحكي اكثر عن الوقفات التضامنيه، عن دور اتحاد كتاب العرب وغيره من التفاصيل. وضيفنا لليوم الدكتور ابراهيم زعرور، رئيس فرع دمشق لاتحاد كتاب العرب. يسعد صباحك دكتور. صباح اهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك ووجودك معنا لليوم. يعني لما بيكون في ازمات، لما بتصير الحروب، لما تعرض أي مشكلة، بيبرز دور المثقفين، الكتاب، الأدباء. خلينا بداية نتعرف نحن والمشاهدين عن دور المثقف السوري بإبراز هي القضايا الإنسانية وتحديدا القضية الفلسطينية. أولا صباح الخير لك والأخوة المشاهدين. صباح النور والسلام لأرواح شهداء، كل الشهداء. آمين. والشفاء العاجل والتام للجرحى والمصابين. وطبعا المثقف يجب أن يكون منتميا إلى وطنه، لا يوجد مثقف بدون انتماء، ولا يوجد مثقف بدون هوية. الثقافة تعني الوعي، تعني الإدراك، تعني الفهم، تعني الالتزام، تعني تحمل المسؤولية، تعني أن يقوم المثقف بدور توعوي في المجتمع، في الحياة العامة، وإلا تسقط الثقافة. لا يكفي، الثقافة ليست احتراف، الثقافة هي شيء تطوعي وشيء يعبر عنه الإنسان عندما تصطدم الأمم أو الشعوب بقضايا تتعلق بمصيرها، بمستقبلها، بهويتها، بانتماء الوطني، بمواجهة المستعمر، مواجهة المحتل، مواجهة الإرهاب. لذلك المثقف طبيعي أن يكون في طليعة المجتمع وفي طليعة الناس الذين يسعون. وأنا لست كما قالت الوقفة مو تضامنية، هي لفضح، لفضح جرائم العدو، جرائم الاحتلال الصهيوني. صحيح. هذه الجرائم المستمرة منذ أربعينيات القرن الماضي، منذ 15 أيار 1948 وما قبل إلى اليوم، لم تنقطع جرائم قتل وتهجير وقتل أطفال وقتل نساء وهدم بيوت وسجون وقرارات بأحكام خيالية. مثلا مراد الفلسطيني محكوم 10 مؤبدات مثلا. يعني هذا النظام، نظام الفصل العنصري في فلسطين، هذا النظام الصهيوني، كان هناك نظام فصل عنصري في جنوب أفريقيا، وانتهى نظام الفصل العنصري، وسجن الرئيس نيلسون مانديلا 27 سنة، وكان هو رئيس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وعندما خرج من السجن أصبح رئيس جنوب أفريقيا. إذن المناضل، المثقف، صاحب القضية
يجب أن ينتصر في النهاية. هلا النضال صعب لأنه حركة المجتمع، حركة الحياة، في قوى أحيانا تكرهك، تقصرك على شيء أنت غير مؤمن فيه، لكن أنت بدك تواجهيها. صحيح. مهم ما نستسلم، مهم ما نضعف، المهم من هادن، من ساوم على المبادئ اللي آمنا فيها، حتى لو أصابنا الظلم وأصابنا القهر وأصابنا كل شيء. أنا بشوف المثقف بهذه الصورة، بهذه الصورة، سواء كان أب أو أخ أو أخ، أي إنسان. وأنا لا أفصل هنا المثقف يعني الرجل على المرأة، يعني المثقف هو من الجنسين يعني. أنا وأنا مع أن تكون المرأة هي فاعلة في المجتمع، وهي فاعلة بطبيعة الحال في المجتمع، لأنه المرأة لا تقل شأنا عن الرجل بكل الأحوال، وهي تقوم بكل، بالعكس هي تضيف أعمال إضافية عندما تكون أم أو تكون زوجة أو تكون أخت أو تكون لديها أعمال إضافية غير عمل الرجل، فهي تقوم بأعمال أكثر من الرجل في المجتمع. دكتور، اليوم وقت منقول فكر وثقافة، نحن اليوم عم نحكي عن سلاح أيضا، مثل ما موجود سلاح المقاومة لمقاومة هذا الاحتلال الغاشم، أيضا اليوم المثقف بفكره، بقلمه، بتعبيره، حتى الفنان بريشته. وشفنا اليوم أمثلة كثير من الفنانين الكاريكاتير التشكيليين الفلسطينيين يلي قاوموا من خلال ريشتهم، حافظوا على هذا الحلم. وأيضا المثقف والمفكر نفس الفكرة، يعني كل حدا مقاوم من المكان اللي هو موجود فيه. اليوم وقت منقول ندوات بتخص القضية الفلسطينية، خلينا نفترض فقط القضية الفلسطينية، أدي اليوم مهم التعريف بثقافة القضية الفلسطينية والتذكير فيها. نحن اليوم كتير مهم، سنة 48 لليوم مرقت أحداث كتير كبيرة، هذا الجيل اللي جاي يمكن فيه صار طمس للحقائق، صار في ابتعاد بسبب ظروف الحياة. أدي مهم اليوم نحن نضل نعمم هي الثقافة، نضل نذكر بهي الهوية وهي القضية جدا وطنية. يعني أولا قضية فلسطين قضية إنسانية، وهي قضية حق، وقضية فلسطين لا يمكن أن تموت. صحيح. كل جيل من فلسطين يخرج مرتبط بفلسطين أكثر من الجيل الذي قبله، حتى لو كان في أستراليا أو في كندا أو في أمريكا أو في الغرب. وهذا أمر أصبح واضحا، لأن الجيل الذي يقاتل اليوم، المقاومون اليوم، في نقطة ربما البعض لا يعرفها، أن أغلب المقاومين هم أطباء بشريين ومهندسين ومحامين حقوقيين وأساتذة جامعة، لا يوجد مقاوم اليوم ليس متعلما أو مثقفا. إذا في وعي، وهذه معلومة، أنا أقول معلومة، سواء بمحور المقاومة كله، في سوريا، في لبنان، في فلسطين، في اليمن، في العراق، هن تطوع نتيجة الوعي الذي تحدثنا عنه، نتيجة الثقافة، نتيجة وعيه لمسؤوليته، راح تدرب وحمل سلاح لأنه صاحب قضية. وبالتالي القضية الفلسطينية لا يمكن أن تموت، وهي بحركة دائمة. يعني طبعا الأدباء والشعراء والرواة وكتاب القصة الذين تحدثوا عن فلسطين، يعني توفيق زياد وسميها القاسم ويوسف الخطيب ومجموعة هائلة. صحيح. والذين كتبوا روايات عن فلسطين، شيء اسمه أدب فلسطين، شعر، شيء اسمه شعر فلسطين، شيء اسمه مسرح فلسطين، شيء اسمه فنون فلسطين. يعني حقيقة لا يمكن لهذه الذاكرة أن تخرج وأن تموت وأن تضعف وأن تهون. ومسألة السلاح هي لحظة وعي، هي لحظة الوعي ليستخدم السلاح ليقاوم الظالم والظالمين والعنصريين والإرهابيين والفاشيين والنازيين. عندما يقول رئيس دولة عظمى مثل رئيس بوتين عن حصار غزة أنه كحصار لينينغراد عندما حاصرت النازية الألمانية لينينغراد. صحيح. وبالتالي إذا في العالم الآن بدأ يشعر أنه هذه القضية يجب أن تذهب إلى نتائج إيجابية، إلى مساحات خضراء، يجب أن يتحقق النصر. لأنه الذي يقرأ تاريخ فلسطين، وأنا أزعم أنني أعرف باعتبار اختصاصي تاريخنا وتاريخ المنطقة، أنا أعرفه، أزعم أيضا أني أعرفه جيدا منذ آلاف السنين. لذلك أنا أقول لم الغزو الصهيوني الموجود الآن في فلسطين ليست أول غزوة. كان في غزوات إمبراطورية اليونان والرومان يعني عبر التاريخ،
والصليبيين والفرس وغيره وجاءوا إلى والعثمانيين كل هذا غزوات إمبراطورية كبيرة دول متعددة وانتهت الغزوات ظلت المنطقة ظلت فلسطين اللي هي جنوب سوريا مروا كثير من الغزوات عليها مئات السنين يعني الحروب الصليبية بيسموها حروب صليبية أو حروب الفرنجي أو الفرنج 196 سنة 196 عاما ظلوا في المنطقة وفي فلسطين وعندما انتصر صلاح الدين الأيوبي عليهم في معركة حطين في 1187 للميلاد 583 للهجرة وحرر القدس تصوروا نحن نتحدث عن أكثر من 1000 سنة وبالتالي لا خوف أنا من وجهة نظري أنا كإنسان لي علاقة بالعمل الثقافي أو بالعمل العلمي أو عمل البحثي لا خوف على مستقبلنا ولا على مستقبل فلسطين لأن انتصار فلسطين هو انتصار للأمة العربية أكيد. ولا لا قدر الله هزيمة فلسطين هو هزيمة للأمة العربية ولكن أنا على يقين أن فلسطين ستنتصر وهي تنتصر اليوم كما نراها رغم قلوبنا تدمي قلوبنا تبكي دما جميعا طبعا لا يوجد أحد وطني أكثر من الآخر ولا عروبي أكثر من الآخر ولكن هذا هو واقع الحال هذا هو واقع الحال على أطفال فلسطين على نساء فلسطين على شيوخ فلسطين على شباب فلسطين نحن المفخرة التي نعتز بها أنه نحن في اتحاد كتاب العرب أول في أول يوم أصدر بيان اتحاد كتاب العرب أيضا يفضح هذا التيار الصهيوني في اليوم العاشر في يوم 10/10 وقفة تضامنية في كل فروع اتحاد كتاب العرب في سوريا ندوات الساعة 12 في كل سوريا أنشطة كلها صار توجيه من المكتب التنفيذي أن تكون كل الأنشطة باتجاه فلسطين باتجاه غزة باتجاه فضح وكشف وتعرية الكيان الصهيوني وباتجاه تعزيز الانتماء الوطني والقومي والانتماء والهوية الوطنية والثقافة الوطنية والتمسك بكل هذه القضايا. تمام دكتور خلينا نحكي عن آخر نشاطاتكم باتحاد الكتاب العرب يوم أمس كان في ندوة شارك فيها سفير تونس بدمشق وسفير جنوب أفريقيا دكتور باري فيليب وسفير الجزائر خلينا نحكي اليوم كيف كانت هي الندوة أهم ما جاء فيها وشو النقاط اللي ركزتوا عليها؟ والله البادرة كانت من المكتب التنفيذي والدكتور رئيس الاتحاد محمد حورامي بدعوة السفراء والملفت أن السفراء كلهم كتاب يعني عنده الروايات مثلا سفير جنوب أفريقيا مترجم مثلا السفير التونسي شاعر وأديب سفير جزائري قاص يعني بالصدفة أنه هم صحيح سفراء على مستوى دول ولكن بنفس الوقت هم كتاب هم مثقفون هم كاتبون حقيقة كان النشاط مميز سواء بالحضور سواء بالكلام الذي قيل سواء بالكلمة الافتتاحية للدكتور محمد حوراني رئيس الاتحاد الذي كثف الحالة تماما فيما يتصل بالعدوان الصهيوني على فلسطين وعلى أهلنا في غزة وفيما يتصل بالمقاومة الباسلة التي تصدى لهذه الآلية العسكرية الصهيونية ثم تتالى السفراء على الحديث سفير الجزائر سفير تونس سفير جنوب أفريقيا اللافت أن سفير الجزائر عمل مقاربة جميلة أن الجزائر احتلت في عام 1830 استعمار فرنسي وظلت 132 سنة تقاوم كان الفرنسيون المستعمرون في ثقافتهم يقولون أن الجزائر فرنسية تبين أن الجزائر ليست فرنسية يعني بدأت الثورة الجزائرية بعام 1956 بشكل يعني قوي جبهة التحرير الجزائرية وانتصرت في عام 1962 هذا عمل مقاربة أنه هو يؤكد أن الشعب الفلسطيني سينتصر كما انتصر الشعب الجزائر بعد 132 سنة المقاربة التي أقامها حقيقة السفير التونسي هي مهمة جدا أنه اليوم الموقف تونس الموقف الشعبي والدولة والحكومة كله متطابق مع بعض البعض وأن تونس استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بعد الاجتياح الصهيوني للبنان في عام 82 وقام العدو الصهيوني بالاعتداءات متكررة على تونس ثلاث اعتداءات متكررة فعمل قدم عرض جميل وأيضا ذكر بأبو الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي صاحب
يعني الشعر المشهور اللي بيقول فيه إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، إلى أن يقول في نهاية الأمر: ومن يتخوف صعود الجبال يعيش مدى الدهر بين الحفر. يعني القصد أنه الإرادة الشعبية اليوم، الشعب العربي، أنا بعرف لو استفتينا كل مواطن عربي من المحيط للخليج سيقول هو مع فلسطين، وهو يؤمن بالحق الفلسطيني، وبالتالي نحن لسنا ضيوف على القضية الفلسطينية، لسنا سواع، نحن أبناء القضية الفلسطينية، نحن في داخل القضية، لأن الصراع آنستي الصراع مع العدو صراع وجود، ليس صراع حدود، هو صراع حضاري وتاريخي وثقافي وفكري، وبالتالي هو صراع مرتبط بمصيرنا جميعا. المسألة ليست، لا أحد يعتقد بالنسبة لنا بشكل عاطفي بتمنى اليوم يزول الكيان الصهيوني، لكن المسألة نحن نفكر بعقلنا، وأنا بتمنى الكل يناقشونا، ونحن قادرين نناقش علماء إذا كان عندهم علماء أو أساتذتهم في الجامعات، بنناقشهم بالمنطق وبالعلم. ونحن لسنا ضد اليهود كدين، نحن ضدهم كمحتلين، كمحتلين لفلسطين، كمحتلين للجولان، نحن ضد الاحتلال أيا كان في أي منطقة كانت، ضد الاحتلال الأمريكي في شرق الفرات، واحتلال التركي في شمال سوريا، واحتلال الصهيوني للجولان، والاحتلال أيضا في فلسطين. وبالتالي حقيقة سفير جنوب أفريقيا أيضا عمل مقاربة كتير جميلة، قال الآن نحن كان لدينا نظام فصل عنصري في جنوب أفريقيا، وكان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والرئيس نيلسون مانديلا اللي هو رئيس الحزب اللي سجنوه 27 سنة وهو يناضل عن قضية الشعب جنوب أفريقيا، ثم خرج من السجن وانتصر شعب جنوب أفريقيا. والجميل أنه السفير نفسه كان مقاتلا وتدرب عسكريا في الجزائر وفي سوريا وفي فلسطين، كان مقاتلا وكان يتهموه أنه إرهابي، وهو الآن سفير جنوب أفريقيا. حقيقة كانت الفعالية، وتحدث عدد من الحضور أيضا عن هي القضايا، قضايا الاعتداءات الصهيونية وقضايا شعبنا في فلسطين وأهلنا في فلسطين، فحقيقة كان النشاط مميز. ثم تلي في نهاية البيان نداء موجه لي شعوب العالم. شو أهم البنود اللي جاءت ضمن هذا البيان دكتور؟ بيان إلى المنظمات الإنسانية والصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات والكتاب العرب والمفكرين والمثقفين والإعلاميين وكل العالم بضرورة وقف إطلاق النار، كشف وفضح العدو الصهيوني، فتح كل البوابات باتجاه غزة، إغلاق سفارات العدو الصهيوني في الدول العربية، وأيضا تمزيق كل الاتفاقيات من جام ديفيد إلى وادي عربي إلى أوسلو، ودعوة النظام الرسمي العربي إلى موقف واحد وحازم، والجامعة العربية والأمم المتحدة. حقيقة كان النداء مستوعب لكل التوجهات، وأيضا أطلق في وسائل الإعلام، وكان هناك وسائل إعلام متعددة أيضا أخذت البيان وأيضا تحدثت عنه. دكتور، ذكرت من خلال حديثك عن روايات غنت بفلسطين، شعراء كتبوا عن فلسطين، نعم. فنانين ذكرنا، حتى تشكيليين، حتى أي حدا من مكانه كمثقف عبر عن رأيه ضمن القضية. وقلنا إذا نحن بنقول التاريخ اليوم هو ذاكرة الأجيال فيما بعد، اليوم المثقف أمام مسؤولية صارت أكبر. اليوم طوفان الأقصى هو يعني واحد من جرائم الكثير اللي مرقت بالعهد الفلسطيني أو بالاستعمار الإسرائيلي لفلسطين. اليوم المثقف أمام توثيق جديد لهي المجازر، للوحشية اللي شفناها، للأطفال، عدد الشهداء، استهداف المشافي والمباني ودور العباد، وهذا الشيء كله منافي للإنسانية. نحن بنعرف دور المثقف اليوم بالمرحلة القادمة، على شو لازم يركز؟ يعني نحن في ذاكرتنا جميعا التغريب الفلسطينية، وكيف يعني تبكي التغريب. صحيح. ما يجري في غزة وفي فلسطين لا يبكي القلب، القلب يدمي حقيقة. أنا أعتقد أن اليوم الكاتب أو الروائي أو القاص أو الشاعر أو الفنان أو سواء تشكيلي أو الآن، يعني هو يحاول أن يصنع شيئا، أن يبدع شيئا، لأنه الطوفان حالة إعجاز. بالمناسبة في حالتين إعجاز صاروا، قبل 50 سنة كانت حرب تشرين، قبل 50 سنة إلى 50 سنة حرب تشرين،
عندما بدأت حرب تشرين في 6 تشرين 1973 العدو الصهيوني لم يستطع اكتشاف أن هناك حرب وكيف دخلت القوات العربية السورية. كان في عملية إرباك. نعم. إرباك. إرباك ليس إرباك. يعني في وفي جبهة المصرية في كان خط آلون في الجبهة السورية وخط بارلين في الجبهة المصرية. عندما بدأت الحرب خلال بضع ساعات كانت القوات العربية السورية على ضفاف بحيرة طبرية اللي حررت الجولان بالكامل. تتصل جولدا مائير رئيسة وزراء العدو الصهيوني بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون وتقول له اسعفونا وإلا انتهت دولة إسرائيل. هي بمذكراتها جولدا مائير كاتبتها. وعملوا قادة التقصير عن محاكمتهم إنه كيف ما اكتشفوا إنه في حرب العرب. الآن بعد 50 سنة طوفان الأقصى. تاريخ يعيد نفسه. طوفان الأقصى دخلوا رغم التكنولوجيا الصهيوني كل تكنولوجيا العالم موجودة بالحواجز وبالجدار وبغلاف غزة والطائرات المسيرة وكل رصد ولم تستطع كل أجهزة العدو الصهيوني أن تكتشف. هذا إعجاز. هذا إعجاز حقيقي. هم يتحدثون أنه عم يضربوا المجاهدين والمقاتلين حتى الآن في بضع شهداء. بضع شهداء المقاتلين في المقاتلون في غزة بعشرات الألوف. نعم. بعشرات الألوف. والمسألة ليست مسألة حماس ولا ليست مسألة الجهاد ولا ليست مسألة الجبهة الشعبية. المسألة المقاومة بشكل عام. ثقافة المقاومة، الفكر المقاومة. غزة اللي هي 2,200,000 إنسان على مساحة بسيطة محاصرة منذ 17 عاما حصار بحري وجوي وبري بكل اتجاهات. تستطيع اليوم غزة أن تجند مع الضفة الغربية أكثر من 300,000 مقاتل في وجه الاحتلال الصهيوني. يعني يجب أن نستبشر خيرا رغم أنه نحن كثير حزينين على الأطفال وعلى النساء وعلى المشافي وعلى المدارس وعلى الجامعات وعلى كل شيء. لكن نحن أنا رأيي هو انتصار لفلسطين وهو بداية لانهيار المشروع الصهيوني بالتأكيد. أنا لا أقول بعد أيام أو بعد أسابيع أو بعد أشهر، ولكن هو يعبر عن أزمة حقيقية ليس في الكيان الصهيوني، عن أزمة حقيقية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي فرنسا وفي بريطانيا وفي ألمانيا وكل الذين يزورون ويزيفون الواقع والحقائق والتاريخ لصالح هذا العدو. وهون دوركم اليوم كاتحاد كتاب عربة وكمثقفين. طبعا نحن دورنا أن نفضح هذا التزوير، هذا التزييف، هذا الذي يسوق في الإعلام. وتعرف اليوم العالم قرية فضائية مفتوحة. صحيح. وعالم العالم الإلكتروني مفتوح. أكيد. بكل الاتجاهات. ونحن الكل يحاول أن يسلط الضوء بشكل أو بآخر، نشاط فردي، نشاط جماعي، نشاط مؤسساتي، كل التوجهات حقيقة. ودائما توجيهات باتحاد كتاب العرب أن نكون اليوم كتلة واحدة متضامنة متراصة تعمل مع بعضها البعض من أجل كما قلنا انتماء الوطني، الهوية الوطنية، الثقافة الوطنية، مواجهة الليبرالية الحديثة أو النيوليبرالية التي تحاول تسويقها أمريكا والغرب، وأن نتمسك بحضارتنا وبتاريخنا وبدورنا الإنساني. إن شاء الله. دكتور، هل ممكن اليوم استحضار أو استنهاض البعد القومي العربي لخدمة القضية الفلسطينية؟ خلينا نحكي عن البعد القومي. أولا لا أحد يستطيع أن يعيش بدون البعد القومي، البعد العربي. عندما نقول الهوية يعني الهوية العربية، عندما نقول الثقافة يعني الثقافة القومية للإنسان العربي من المحيط إلى الخليج. نحن لسنا متعصبين للقومية العربية بمعنى التعصب الأعمى، لا، ولسنا متطرفين في فهمنا للقومية العربية. نحن جزء من الإنسانية، والقومية العربية هي شيء إنساني. وعندما جاءت رسالة السيد المسيح لتعزز هذا البعد القومي، وعندما جاء الإسلام إذن جاء ليعزز هذا البعد، وهناك تلاحم والتحاف بين العروبي وبين الإسلام وبين المسيحية وبين العروبي. وبالتالي نحن كما قلنا قبل قليل لسنا ضد اليهود كدين، نحن نؤمن بديانة موسى. صحيح. وهي الموسوية. أما الذين جاءوا إلى فلسطين هم محتلين، هم فقط محتلين وغزاة. وبالتالي يجب أن ننتبه لهذه المسألة. لذلك البعد العربي اليوم نحن نتواصل مع مفكرين عرب في الجزائر، في تونس، في ليبيا، في اليمن،
في العراق، في مصر، في كل الأقطاع العربية حقيقة الموقف واحد. نعم. فعلا حتى الإعلاميين بلاحظ أنا على وسائل الإعلام بلاحظ على أنه تغيرت الطريقة، تغيرت الأسلوب، تغير. نعم. في منهجية جديدة، في شيء جديد. قضية واحدة اليوم. طب قضية واحدة. حلم واحد. الكل يعزف على فلسطين، الكل يعزف على المقاومة، الكل يعزف على جرائم العدو الصهيوني، الكل يعزف على الموقف الأمريكي والأوروبي المنحاز ضد سوريا وضد فلسطين وضد لبنان وضد العراق وضد اليمن. يعني حقيقة اليوم العالم بدأ يعي، كنا نتحدث عن الوعي، عندما ندرك مسؤوليتنا نوعى وبننتفض وبنتحفز للدفاع عن وجودنا، وجودنا اللي بتمثله بتمقلنا تاريخنا وحضارتنا وانتمائنا لهذه الأمة العربية الممتدة من المحيط إلى الخليج. أكيد دكتور، الحديث يطول عن القضية الفلسطينية، هي إيمان بالحق وإيمان بالأرض، الشرف على الأرض بالنهاية. ومثل ما أن اليوم هي قضية مشتركة، هي مو قضية بلد نحن كجيران، أكيد لا. اليوم دوركم جدا مهم، ونحن الفترة اللي جاي حتكون مسؤولياتكم أكبر كمثقفين. نتمنى نرجع نشوف شعر يشبه محمود درويش، نرجع نشوف رسومات تشبه ناجي العلي. اليوم توثق هي الهوية الفلسطينية. لقاءات أخرى دكتور حتكون مع حضرتك، ولكن إن شاء الله بالنصر إن شاء الله. شكرا لحضرتك دكتور. للختام الدكتور إبراهيم زعرور رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب، بدنا نشكرك كثير، وشكرا لدوركم ورسالتكم اليوم ضمن اتحاد الكتاب العرب لدعم القضية الفلسطينية. شكرا لكم وشكرا لإخوتي. أهلا وسهلا دكتور.